طيب هنشوف الكابتن مصطفى طه. مصطفى طه يقول لك ايه ونرجع تاني. ماشي يا كابتن اتفضل. حسن علي اسطوره يعني اكلم، بس مش ما خدش حقه برضه، يعني ما خدش حقه، المفروض اكتر من كده. على مستوى الشخصي يعني زي برضه قائد، يعني لينا اي مشكله لاي مدرب اي حد هو اللي بيحلها، بيروح ويتصدر مرتب لمدرب مدرب كل حاجه هو بيعملها، يعني اي حاجه بنقصده فيها هو اللي بيعملها، وشخصيه جميله يعني مهما كان مش هديله حقه والله. اسطوره اللي لعب معاه اتمتع يعني متعه متعه يعني ايامه يعني سوري يعني منتخب مصر بكامل نجومه اتعادلنا معاه، عملنا ماتش ودي مع منتخب مصر مع اي مع الاهلي مع الزمالك كانت نتائج بسببه هو، مش هقول لك يعني لا هو بسببه هو. قال له ربنا يخليك لينا والنادي ترسنا وتمل في ظهرنا وفي ظهر المدربين وفي ظهر الشباب اللي طالع جديد، احسن حراس عندنا دلوقتي في الناشئين في نادي الترسنة برضه بمجهوده وبتعبه ورا كل مدربين، وربنا يوفقه ان شاء الله. هتقولي للكابتن مصطفى طه؟ هو كابتن مصطفى ده يعني كان من احسن اللعيبه عندنا في الترسانة، يعني ماسك حاجه دلوقتي في الترسانة؟ ماسك مشرف على فرقه 2005 2005 من احسن اللعيبه، وبرضك حضر كابتن شاذي ومصطفى رياض وبتاع اللي معاهم يعني. نعم نعم. طيب انا هتكلم زي ما قلت في البدايه يا ابو علي، قلت ان حارس المرمى مصنوع ولا موهوب؟ بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة. مين المجري؟